كيف يبدو الوضع لديك؟ ما هي المناطق التي استهدفت والأضرار البشرية والأضرار في ربما المباني التي أحدثتها هذه الاستهدافات الأخيرة؟ عم نادين، في الحقيقة الأخبار الأخيرة هي في بيت حانون تحديدا، حيث تركز القصف المدفعي طيلة الفترة الماضية من فعية الاحتلال في تلك المنطقة المتطرفة على المناطق الشمالية طبعا في قطاع غزة. بيت حانون نالها قسط وافر من المدفعية الإسرائيلية، وأيضا قنابل الإضاءة التي طالت المناطق الشرقية من بيت حانون. لم يتم تسجيل إصابات نتيجة هذه الاستهدافات، ولكنها تشكل حالة من الذعر لدى الأهالي، خصوصا أن العودة إلى بيت حانون هو عنوان الفترة الحالية لأهالي بيت حانون الذين نزحوا منذ 7 أكتوبار من بيوتهم باتجاه عمق شمال قطاع غزة ومدينة غزة. الآن القاسم المشترك هو عودة هؤلاء، أو على الأقل محاولتهم العودة إلى بيوتهم، وبالتأكيد تجدد هذا القصف واستمراره مع مخاطر أخرى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا خطورة التوغل المفاجئ التي قد تحصل في أي لحظة لآليات الاحتلال لمناطق في بيت حانون، وهو ما حصل خلال الأيام الماضية على شكل غارات من الدبابات الإسرائيلية التي تتوغل عدة مئات من الأمتار ثم تعود إلى السلك الفاصل بين بيت حانون والمناطق الحدودية الأخرى. بطبيعة الحال الحدث في بيت حانون يأخذ رمزية خاصة في ظل تجدد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق محيطة في بيت حانون الليلة في سيدروت وأمس في نتيفة عتسرة، وهي مستوطنات إسرائيلية محاذية إلى الشرق من بيت حانون الحديثون عن سيدروت، أو إلى الشمال والحديثون عن نتيفة عتسرة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق هذه المدفعية الإسرائيلية في إطار التغطية على استمرار إطلاق الصواريخ من شمالي قطاع غزة، رغم مرور أشهر طويلة على عمليته العسكرية فيها وادعائه تطهير بين قوسين هذه المناطق. من بيت حانون إلى مناطق أخرى أيضا، حيث أعلنت طواقم الدفاع المدني انتشالها 5 شهداء من قصف طال منزلا لعائلة الأي في حي التفاح، وكان يسكنه نازحون من عوائل أخرى. وأشارت طواقم الدفاع المدني أيضا في تصريح لها خلال ساعات المساء عن وجود مزيد من المفقودين عدا الخمسة الذين تم إخراجهم، مزيد من المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. وبالتالي مع هذا التصريح تعلن قوى الدفاع المدني عن توقف محاولتها انتشال مزيد من الضحايا أو البحث عن مفقودين عمليا بعد أقل من 12 ساعة على هذا الاستهداف الذي كان خلال ساعات ليلة أمس. بطبيعة الحال الأعداد للمفقودين تتضاعف، وفق وزارة الصحة نحن نتحدث عن عشرات الألاف عدا 31,000 شهيد وأيضا 70,000 ويزيد من المصابين. هناك عشرات الألاف من المفقودين تحت الأنقاض يوميا تتضاعف، أو على الأقل تتزايد أعدادهم نتيجة عدم قدرة الدفاع المدني على انتشالهم نتيجة عدم وجود إمكانيات لديها. يضاف إلى ذلك ما أشار إليه باسل في مداخلته حول قصف الاحتلال عمارة الماسة في شارع اللبابيدي. هذه العمارة السكنية مكونة من أكثر من 20 شقة سكنية يسكنها عدد من الأهالي، وإن لم تكن كامل الشقق مسكونة نتيجة النزوح، ولكن هناك على الأقل 5 عوائل وفق الجيران في تلك المنطقة تسكن تلك الشقق. الاحتلال دمرها ب3 صواريخ، وطبعا هذا التدمير حتى اللحظة لم تتضح معالمه ونتائجه. والدفاع المدني تحاول العمل هناك، لكن الاستهداف كان متزامنا مع ساعات الإفطار ومع نزول الليل في تلك المنطقة. بطبيعة الحال يتعذر على قوى الدفاع المدني ووزارة الصحة تقديم إحصائية حول طبيعة هذه الإصابات.